دي؟ ده انت حكايتك طلعت حكايه. انا كمان حكايتي حكايه. والواد حبيب، هو انت ليك حكايه؟ حكايه حد حكاها لي يعني ولا ايه؟ انت تسكت خالص. انت ايه اللي معادك معانا اساسا؟ ما قوليش حاجه زعيم. فراغ يعني؟ ايوه فاضي. خلاص ما تصعبش عليا. فاضي بس بقى ما تصعبش عليا. خلاص خلاص خلاص. ياه يا ماجي، ده انت حكايتك طلعت حكايه. دي قلناها دي صح؟ اه معلش، يبقى اقول حاجه تانية بقى. اه مره تانية. انا اسف. ياه يا حبيب، دي جديده. يا ماجي، يا حبيب، دي اجدد برضو. اه طبعا. انا اللي عايز اوصله ان قصتك فيها تشابه كبير من قصتي. والله نفس اللي بيفكرني بنفس اللي بيفكرك. انا زمان وانا صغير مش فاكر ولا حاجه، لانه كان زمان كنت صغير طبيعي. بس اللي فاكره كويس ان انا تهاجمت في بدايه مشواري، ناس وقفت ضدي، الواد سعيد خنفسه وقف ضدي وحاول ان انا ما اغنيش، بس انا ما سكتش وقعدت عافر وعافر وعافر لحد ما وصلت وغنيت في كل حته. غنيت في المطبخ وفي الصاله وفي الحاره، ولما ربنا وسع عليا غنيت في البلكونه، والحاره كلها سمعتني وسقفت لي وقعدت تقول زمره زمره. انا عيط ومول زمره وانا عيط. كان يوم فاكر انا حبيب؟ لا لا. ايه؟ لا فاكر. لا فاكر طبعا. لا دي واضحه كانت ايام. الحمد لله. عشان كده انا باجي بقول لك خبرتي في الحياه. اختي افراح بقى لما جت قالت لي ماجي وكده، قلت لها اقف جنبها مفيش مشكله، بس المشكله ان السيسون انتهى خلاص، خلص. السيسون؟ سيسون اللي هو نهايه الفتره صح؟ السيسو. 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 السيسون شو حلوين. عشان كده والله ما عارف اقدم لك اي خدمه ماجي بصراحه. هنعمل ايه يعني يا زمر؟ الدنيا يوم ليك يوم عليك. مش كل يوم معاك. غريبة الناس، غريبة الدنيا. غريبة الله 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 عليك يا عالمي. صوت مايكل جاكسون وذكاء بهاء سلطان وحنية وردة وبحة نعيمة الصغير وخبرة سميرة سعيدة جميلة لذيذة. طبعا طبعا.